حاجة عزة، يا حبيبتي، أهلا بيك، اتفضلي أهلا يا لميا، ازيك اتفضلي. يا بنتي؟ الحمد لله بخير. أنا عايز أقول الشيخ رمضان السلام عليكم يا حاج عزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا شيخ رمضان، أهلا بيك، ربنا أنا يديك متابعة الصحة ليك على والعافية. طول. الله يكرمك يا رب. شوف يا شيخ رمضان، اتفضلي. أنا عايز أقول للست اللي اتكلمت دلوقتي ترضى، لأن أنا عندي بنتي توفت بالكانسر يا حبيبي. الله يرحمها. قبل 6 سنين ما يكملوا، ابني توفى الله يرحمها. والاتنين شباب، وما ما ما قلتش غير إن الله والله راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ما شاء الله ما شاء الله. بس ما قلتش غير كده. وفي قد دلوقتي البكا هي هتفضل تعيط، امتى ما تعرفش، البكا ده رحمة، لكن هي ترضى. لو رضيت وقالت يا رب أنا راضية، أنا راضية بقضائك وحكمك، وضحتك استردتها، دي وديعة عندي وهو استردها، اي أنا ماليش حكم فيهم، اي ماليش حكم في نفسي، وصعب جدا إن أنا اللي أوصل ولادي مش ولادي اللي يوصلوني. صحيح صحيح. ولكن عايز أقول لها الرضا الرضا الرضا، بس مفيش حاجة تانية يا شيخ رمضان. ربنا ربنا ينزل عليكم يصبرك يا رب. الصبر والسلوان. الله ربنا يخليك. ربنا ينزل عليكم الصبر يا والسكينة رب والرضا. يا رب يا رب يا رب، البقاء احنا لله يا حاج زينا عز، جميعا وأمة محمد أجمعين. البقاء لله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. عايزة نمرتك يا شيخ رمضان، حاضر، حول ادعي حضرتك حضرتك للكنترول. للكنترول يا حاج عز. شكرا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا وإنا إليه إليه راجعون، راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كان النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بيزور والسلام. المقابر، فوجد ست امرأة بتنتحب عند القبر، مش بتبكي، البكاء قلنا رحمة، يا ابني يا الحاجات اللي هو شباب، منهي عنها. ما بتنتحب عند القبر. فالنبي قرب ناحيتها كده عليه الصلاة الصلاة والسلام، والسلام. وقال شوفوا النبي بقى بحنانه عليه الصلاة والسلام، بالرفق بقى، الرحمة المداة، وقرب ناحيتها كده وقال يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري. الست مما فيه من حزن ما ميزتش مين اللي بيكلمها، مش مميزة، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، انت مش حاسس بيا، ربنا يعافينا يا رب. تبقى قلب يا نار. جماعة، والله سبحان الله، والله يا ربنا يعافينا في ولادنا، ده لما طفل عندنا بس حرارته ترتفع كده بنبقى الواحد لا يهدى هنتجنن له جفن، ما طبعا نعرفش طبعا. ننام. يعني تبقى الواحد قاعد في اجتماع ولا في حته ولا في مؤتمر ولا في اي حاجه، وفرحان، والدنيا بيجي له تليفون، الواد تعبان شويه، تحس ان الستاره قامت نازله، سبحانك يا رب، صح، سبحان الله. فالنبي بيقول لها اصبري يا امة الله اصبري، قالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، انت مش حاسس بيا. فالنبي خد بعضه ومشي عليه الصلاه والسلام. الصحابه شافوا الموقف، ايه يا حاجه ده؟ اتكلمي النبي كده برضه؟ راحت له، راحت جريت بسرعه تروح للنبي ودخلت عليه وقالت يا رسول الله معلش والله. فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى. معلش معلش، بس الانسان لما تحصل له، لما ينزل القضاء يا حضرات ويبقى قدر، لما تحصل المصيبه قابلها على طول في التو واللحظه، ان لله وانا اليه راجعون، الصبر والرضا من عندك يا رب، الجا الى الله عز وجل، وربنا لا يتخلى عن صحيح عباده سبحانه صحيح وتعالى. صحيح.